بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أبناء الطلبة، بنات الطالبات، أهلا بكم ومرحبا في درس جديد من دروس اللغة العربية. فرعنا اليوم نتحدث عن قصيدة شعرية وهي نصائح طبيب. نتعرف على المقدمة. الله سبحانه وتعالى أعطانا نعما كثيرة، منها نعمة العقل والنظر والشم واللمس، وكل عضو من أعضاء أجسادنا هو نعمة، لذلك وجب علينا الحفاظ عليها وشكر الله عز وجل على نعمه بالاعتناء بالصحة والأكل الصحي وممارسة الرياضة. ولكن في بعض الأحيان يعتل الإنسان ويمرض لسبب ما، لذا وجب علينا أن نجد حلا بعد الدعاء إلى الله عز وجل بالشفاء، هو الأخذ بالأسباب، بأن نزور الطبيب واستشارته. الشاعر هو أحمد الفارسي، طبيب وشاعر عماني معاصر، نشأ في نيابة طوي التابعة لولاية صور، له 3 دواوين شعرية مطبوعة، منها القلب إذا هوى ترياق الحياة. نلاحظ تأثر الشاعر بمهنة الطب في مسميات القصائد، القلب إذا هوى وترياق الحياة. نقرأ الأبيات سويا. إذا ما شئت أن تحيا سليما وتمضي درب عمرك مستقيما، فخذ بعض النصائح من طبيب بتطبيب الورى أضحى فهيما. إذا ما كنت ذا جسم سليم ستؤتى هكذا عقلا سليما، فراقب صحة البدن المعافى ولا تتركه معتلا سقيما. ممارسة الرياضة كل يوم تعد أخي إنجازا عظيما، ووزنك ليس يفرط في ازدياد، وأبق الجسم ممشوقا وسيما. طعامك والشراب هما غذاء، فكن عند اختيارهما عليما، وزر مع كل عارضة طبيبا، لديه ستأخذ النصح الحكيمة. أخي نم باكرا تهنأ قريرا، فكم قد طبب النوم الجسوما. رزقت أخي عافية وخيرا، وعشت بصحة عيشا نعيما. أبنائي استمعنا إلى الأبيات، نتناول الشرح بالتفصيل. البيت الأول. إذا ما شئت أن تحيا سليما وتمضي درب عمرك مستقيما. كلمة شئت مرادفها أردت، تحيا مضادها تموت. شرح البيت الأول. أيها الإنسان، إذا أردت أن تعيش طول عمرك سليما معافى بعيدا عن الأمراض، فاستمع إلى هذه النصائح. البيت الثاني. فخذ بعض النصائح من طبيب بتطبيب الورى أضحى فهيما. كلمة النصائح جمع مفردها نصيحة، وهي الإرشادات. الورى الخلق. شرح. أنا طبيب مارست مهنة الطب فترة طويلة من حياتي حتى أصبحت عارفا كل ما يتعلق بهذه المهنة. البيت الثالث. إذا ما كنت ذا جسم سليم ستؤتى هكذا عقلا سليما. شرح البيت. إن الجسم السليم المعافى يساعد على التركيز
ويزيد من القدرات العقلية ويطور التفكير. البيت الرابع: فراقب صحة البدن المعافى ولا تتركه معتلا سقيما. المعافى الخالي من الأمراض، معتلا وسقيما كلمتان مترادفتان معناهما مريضا. شرح البيت: يجب على كل إنسان أن يراقب صحته الجسدية ويحافظ على جسمه خاليا من الأمراض. البيت الخامس: ممارسة الرياضة كل يوم تعد أخي إنجازا عظيما. كلمة إنجاز عملا مهما. ممارسة الرياضة من أهم العادات الصحية التي تحافظ على جسمك نشيطا وحيويا سليما ومعافى.